رحيل الفنان أنور الجندي أحد أهرام النخبة الفنية المغربية. السلام عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم. كتب القدر يوم الثلاثاء 15 شتنبر أن توافي المنية رمزا آخر من رموز الفن المغربي، ويتعلق الأمر بالفنان القدير أنور الجندي الذي غادر إلى دار البقاء بمدينة الرباط. وحسب التفاصيل التي أوردها مقربون من الفنان الراحل، فإن أنور الجندي قد صارع مرض القلب حتى آخر رمق، حيث أنه كان يرقد خلال أيامه الأخيرة بقسم الإنعاش في المستشفى العسكري المتواجد بمدينة الرباط. وقد تناقل خبر وفاة الفنان المغربي العديد من الفنانين، من ضمنهم يوسف الجندي الذي عبر بحرقة عن هذا الفقدان، كما كانت النقابة المغربية لمهني الفنون الدرامية من أول المعزين، حيث كتبت: انتقل إلى عفو الله قبل قليل بالمستشفى العسكري بالرباط الفنان المقتدر الأستاذ أنور الجندي، رحم الله الفقيد وأسكنه فسيح جناته. وبهذه المناسبة الحزينة، وحيث لا مرد لقضاء الله، نتقدم بتعازينا الحارة في وفاة الفقيد لعائلة الجندي ولكل محبيه وجمهوره، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وبرحيل الفنان أنور الجندي، تكون الساحة الفنية المغربية قد فقدت واحدا من قاماتها الفنية في مجالي المسرح والسينما، بعد مسيرة حافلة بالعطاء على مستوى التأليف والتمثيل والإخراج. والراحل أنور الجندي يعتبر ابن أسرة فنية بامتياز، فوالده هو الراحل الملقب بالعملاق محمد حسن الجندي، الذي أسرى بأعماله الفنية المشهد المسرحي والسينمائي المغربي والعربي، إلى جانب والدته الراحلة الفنانة فاطمة بن مزيان، التي بصمت بدورها المشهد الفني بأعمال مسرحية وأخرى سينمائية وتلفزية عديدة. ورسم أنور الجندي أولى بدايات مساره الفني عام 1974 من خلال مشاركته الأولى في المهرجان العربي الحديث، وقد لعب الراحل أول دور له على خشبة المسرح وعمره لا يتجاوز 12 سنة، إذ أدى دور طفل فلسطيني في مسرحية تحت عنوان القضية لمؤلفها والده محمد حسن الجندي، التي شاركت في مهرجان عربي ضخم للمسرح. سنة 1983 تم تأسيس أول فرقة مسرحية تحمل عنوان مسرح الفنون، وتميزت مسيرتها منذ ذلك الوقت بعطاء فني ضخم، كونها تضم نخبة من الفنانين. مسيرة كبيرة لفنان كبير خلق الاستثناء في الساحة الفنية المغربية والعربية، حيث استطاع أن يغني الأعمال الفنية المغربية بالعديد من الروائع سيبقى التاريخ يذكره بها. وألف الراحل خلال مساره عدة مسرحيات، وشارك في عدد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية، أبرزها فيلم عبدو عند الموحدين، ومسلسلات الوصية وربيع قرطبة، وآخرها مسلسل زهر الباتول الذي عرض في شهر رمضان الأخير. وقد تمكن الراحل أنور الجندي من ترك بصمته الخاصة والمتميزة في المشهد الفني من خلال تقديم عدة أعمال في مجالي الإخراج والتمثيل بلمسة جسد فيها رؤيته الفنية. شكرا لكم على المشاهدة، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم الجديد. دمتم في رعاية الله، وإلى اللقاء.